الحقيقة لو بصيت على النادي الأهلي في آخر 5 سنوات هتلاقي أن النادي الأهلي هو جاذب للنجوم. يعني المرة الثانية بنشوف النادي الأهلي بيتعاقد مع لاعب من الدوريات الخمسة الكبرى. يعني حضراتكم تتذكروا طبعا التعاقد مع بيرسي تاو قبل كده، كان جاي من برايتون الإنجليزي، وكان أيضا برضو رمضان صبحي، على الرغم من رمضان سافر ورجع، أيضا دلوقتي مودست بعد انتهاء تعاقده مع دورتموند الألماني بينضم للنادي الأهلي. عايز أقول لحضراتكم أن مودست مش جاي من البيت، مودست كان عنده عروض كتيرة جدا جدا، أبرزها عرض نادي فرانكفورت اللي كان عاوز يضمه، وبالتالي اهتمت الصحافة العالمية بتعاقد النادي الأهلي مع مودست. صحف كثيرة جدا أيضا في مختلف دول أوروبا زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير كتبت وكلمت فابريزيو رومانو لأول مرة بيتكلم عن صفقة في الدوري المصري. حضراتكم عارفين أن هذا الرجل واحد من أشهر اسم في عالم الانتقالات، دائما ما يكون هو الاسم الأشهر. النهاردة مودست نفسه كتب رسالة لجماهير النادي الأهلي ولمارسيل كولر مهمة جدا، علشان كده خليني أقراها لحضراتكم وأقول لحضراتكم ماذا قال أنتوني مودست. وخلي بال حضراتكم الروح اللي انتوا قبل ما اقرا، الروح اللي انتوا شايفينها دي استقبال اللاعبين ليه، وكهربا وبقيه اللاعبين بيستقبلوه وبيهزروا وبيضحكوا معاه، دي حاجه محترمه جدا 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 وحاجه لطيفه جدا تخلي اللاعب نفسيا. هو بالمناسبة اللي أنا عرفته عنه إن هو لاعب محترف جدا ما بتفرقش معاه، ولكن مثل هذه الأمور بتزود الألفة، بتزود التجانس، بتزود كل حاجة. عشان كده وجهة نظري أن هذه القطعة كانت ناقصة داخل النادي الأهلي، والحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا برأس حربة. أعتقد أتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية. قال أنتوني ممتن وسعيد ومتحمس لشرف ارتداء قميص نادي القرن الإفريقي، فخور لأستكشف بكل تواضع واحترام الثقافة التي تثريني رياضيا وإنسانيا وروحيا. أعتقد بأنني سأتطور من نفسي في أو سأطور من نفسي في القارة الإفريقية. أول عقد احترافي وهدف لي بدأ مع نادي نيس الفرنسي، والخبرة اللي اكتسبتها خلال 16 سنة الماضية تأخذني للأراضي المصرية في نادي القرن العظيم الأهلي. قصتنا بدأت معا الآن. شكرا لجماهير الأهلي على الترحيب الدافئ. لا أستطيع الانتظار حتى بداية اللعب، سأفعل كل ما في وسعي لأرد ذلك إليكم. إلى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويجعلني أؤمن بكل شيء بالنادي، أتطلع للمقابلة والتعلم والتواصل مع زملائي بالفريق، وأشكر وكيلي لدعمه لي مرارا بعدما وجد المشروع ملائما لدوافعي. رسالة مهمة جدا الحقيقة، أعتقد أنها بتوضح قيمة اللاعب وثقافته وعقليته، لأنه كمان لا خلاف على جودته الفنية، لكن أنا متأكد أن هذا الرجل هيكون إضافة عظيمة للنادي الأهلي. وخلي بال حضراتكم أي حد بيجي النادي الأهلي بيبقى إضافة عظيمة جدا وكل حاجة، ولكن الأهلي بيضيف لأي حد، الأهلي بيضيف لأي اسم مهما كان الاسم ده، لأنه إن شاء الله ربنا يكرم. هو ممكن يوم الجمعة بالمناسبة لو لعب أو ما لعبش، أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل يوم الجمعة، لعب ما لعبش الرجل أصبح مقيدا مع النادي الأهلي، وبالتالي لو ربنا كرمنا بيوم الجمعة بالبطولة الأولى سيصبح مودست صاحب عنده بطولة في 3 أيام، في 3 أيام يا جماعة. ده في ناس جت 6 شهور خدت 5 بطولات ومشيت، في ناس جت 6 شهور النادي الأهلي خدت 5 بطولات ومشيت،